بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتوجه لكم اول شيء بالشكر على تغطيه هذا المؤتمر، من خلال طبعا تم استعراض اهم المبادرات الخاصه بمكافحه المخدرات، وهي الخاصه بالساعه الذكيه لافراد معينين سيتم تلبيهم هذه الساعه بهدف البعد عن العمل التقليدي الخاص بالتوقيف. كذلك تم عرض بصمه مخدر لنهدف من خلالها التعرف على منشأ هذه المخدرات، وعرض قضيه مهمه تم ضبطها من خلال رجال مكافحه بالتعاون مع الشركاء. اليوم دوله الامارات العربيه المتحده تملك المقومات المساعده على تقليل دخول هذه المواد الآفة على مجتمعنا وتقليل مخاطرها على افراد المجتمع. كل الشكر والتقدير لشركائنا في عمليه انجاح مهامنا في هذا الوقت، وان شاء الله الجهود مستمره في عمليه هذه مكافحه هذه الآفة المؤلمه لافراد المجتمع.